السلام عليكم خوتي، ابراهيم باسمي من مونتريال، جيت في سانت كومبلكس ويليام في كندا، جيت مونتريال. دونك اليوم خوتي حبيت ندير هذا الميساج سبيسيالمون خوتنا المغاربه وخوتنا الجزائر. خوتي فوالا، اليوم راني في التدريب في الصاله تاعي، راني مع الاخ زكريا من المغرب، وانا ابراهيم من الجزائر. دونك فوالا خوتي باش نوريكم كيفاش نلمد على الاخوه المغاربه، كيفاش حنا في الغربه كيفاش رانا متحدين، وانا نشرفوا بلادنا العرب ونشرفوا الجزائر ونشرفوا المغرب. دونك اليوم حبينا نتكلموا شويه على المشكل اللي راه في بلادنا والمشكل اللي راه في المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد. سي ابراهيم انا كنعرفو دابا جوكرو فيتا كاع واحد 8 سنين ولا 9 سنين. الحمد لله كنتلاقاو في دي كومبيتيسيون وكنتلاقاو في دي زونترينمون. كما كيقولوا خاوه خاوه، ما عمر كان شي عداء، ما عمر كان شي هضره ناقصه ولا شي هضره طايحه ولا هذا. فبصراحه حنا كنتمناو هادشي هذا اللي كنعيشوه حنا كنعيشوه كاخوه يترونسفيرا لهاد الناس اللي في مواقع التواصل الاجتماعي اللي باركين على الفتنه وباركين على التخلويض وهذا الشيء. فنتمنوا من الله سبحانه وتعالى ربي يهديهم، وخصهم يعرفوا واحد الحاجه بانهم غادي اي واحد كيتحاسب على داكشي اللي كيقول. التواصل الاجتماعي اي حاجه كتقولها كتكتب عند الله سبحانه وتعالى، درتي واحد الفتنه غادي تحاسب عليها ربي يوم القيامه. فلذلك نتمنوا الله سبحانه وتعالى ربي يهديكم وديروا عقلكم في راسكم. وحنا راه الحمد لله راه شعبين، ما بيناتنا لا عداوه ولا حتى شي حاجه. الله يجزيكم بخير، ديروا بهذا الكلام هذا وكل واحد يلتزم حدوده وكل واحد يلتزم المسائل ديالو. ونخلي الكلمه للسي لك خوتي. هذه هي خوتي الاخ زكريا وخونا خونا صافي مده ديجا برسك 10 عام ونتعاملوا اونسومبل نتلاقوا اونسومبل ونديروا دي بوكسور نديروا دي بوكسور دي كرون بوكسور دي بوكسور اجيال دو او نيفو دي كرون شامبيون دو موند جازو على يدينا كيما ستيفان ادونيس كيمشيو ميريكاني بوكسي كيمشيو بارتو في لو موند بوكسي كيما ستيفان ادونيس كيما لوكا كيما دورين كيما جون باسال كيما ولدي بنيامين كيما ابو ساكو تو دي بوكسور بروفيسيونيل جازو على يدينا وتعاونا عليهم يد جزائريه ويد مغربيه. واليوم ماذا بينا حنا نبقاو نحبوا نديروا هذيك اللمه هذيك باش نجوا للمغرب ونجوا نديروا لي كومبيتيسيون في المغرب ونديروا عندنا الجزائر ونبعدوا على هذيك الفتنه ونبعدوا على هذيك المشاكل اللي كل يوم واحد كيدخل للفيسبوك حتى يحشم بيكون يحس روحو بلي هو مسلم ولا هو عربي. ولينا نتهربوا من واحد يتهرب على الاخر. لا يا خوتي لازم نتلموا كما نتلمى انا مع خويا زكريا هنا في الصاله تاعنا تاع الكومبلكس سبورتيف اللي رانا في امريكا نشرفوا للعرب للعرب بلادنا. اليوم ماذا بنا تتحدوا بيناتكم وتفاهموا بيناتكم وتخلوا الشعب يعيش لاباس به والشعب يتخاوى بيناتهم. وماذا بنا نرفعوا الرايه تاعنا ونرفعوا الرايه تاع المغرب والرايه تاع تونس وليبيا كل المغرب ونبعدوا على الفتنه يا خوتنا يا خوتي. دونك هذه هي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتلاقاو في ساعه الخير وان شاء الله نجوا وبلادنا تسقم والمغرب تسقم ويتفاهموا بيناتهم ويتخاووا بيناتهم. وهذا عيد وشير انا في رمضان ان شاء الله. رمضانكم مبارك وكل ان شاء الله كل مسلم كل العالم يعيد ويعقب رمضان تاعو كما يلزم الحال بالصحه والهنا وربي يحفظكم ان شاء الله. رمضان مبارك سعيد. السلام عليكم خوتي، وان شاء الله كما خويا زكريا وابراهيم عادوا المغرب نتحدوا بيناتكم. هيا الله.